السلام عليكم قناة لطيفة البراقي ومقلة لطيفة. ترحب بالجميع. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الحمشة بصدر الدجاج. بونجور تو الموند، بيانفيني سور ما شين. اكتيفي سيل فو بلي لو سوتيتراج بور بوفوار سويفغ لا روسيت دو الحمشة او بلون دو بولي. لهاد الوصفة غادي نحتاجو صدر الدجاج اللي هنا عندي من وصفه سابقه، تنكونوا طيبناها كليناها وتبقى لنا صدر الدجاج بحال هكذا، تنسدوه وتنقطعوه طريفات باش نوظفوه باش ما يضيعش لينا. تنضيفوا له شويه تاع الفيرميسيل، اي شويه تاع الشعريه الصينيه اللي هي مرطبه ومقطعه رقيق، شويه تاع الفطر الاسود حتى هو مرطب ومقطع رقيق، شويه البصله مشلضه اللي غادي نشحروها، شويه السكينجبير، شويه تاع البزار وجوستينا تاع الثومه، شويه الفرماج، شويه تاع القزبر معدنوس، وواحد المعلقه كبيره تاع صوص نيوكمان، ومعلقه كبيره تاع صوص ماجي، وثلاثه تاع المعلقات تاع زيت العود باش ما يجيش هذا الصدر ناشف. وهنا بطبيعه الحال عندنا الورقه تاع الفيلو او عجين الفيلو اللي انا درته معكم في وصفه، واللي غادي تلقاو الوصفه تاعته في فيديو في صندوق الوصف. واحد النقله تنديروا البصله والسكينجبير والبزار والثومه والزيت العود يتشحروا، نديرهم يتشحروا لينا مزيان حتى طيب لينا البصله. وحنا تنحركوا تتبان لينا البصله بحال هكذا وتتاخذ اللون. تنزيدو الشعريه الصينيه والفتر، حنا تنحركو تنزيدو شوية الملحة باش نصحو الضوء غير شوية حيت عندنا لي صوص مالحين. نزيدو معلقة تاعتنا كبيرة تاع صوص نيوكمان، معلقة تاع لاصوص ماجي، نتنحركو ونزيدو صدر الدجاج اللي حنا قطعنا. حركو مزيان باش العناصر تدخل مع بعضياتها وتنسجم. صدر الدجاج راه طايب، تنزيدو الفرماج والربيع. في هاد الأثناء تنطفيو على النار، تنخلطو مزيان العناصر، تنخليوها تبرد. تنطلقو ورقة الفيلو اللي درت معاكم وتندهنوها بخليط من ثلاثة المعالق تاع الياغورت، بيضة والزيت. تناخدو كاس تاع الزيت، ثلاثة المعالق الياغورت وبيضة، تنضربوهم مزيان وتندهنو الورقة بحال هاد الشكل. تنديرو كمية من الحشوة هنا، هاد الطريقة نتمنى انني واضحه. نطويو هاد الطريق. بعد ما تنطويو تناخذو واحد، تنبداو هنا اثنين بحال هكذا شكل حلزوني. ناخذ واحد الصينيه اللي انا دهنه بالزيت ونحطها فيها، نصغي شويه
حلقة نحطها فيها. نعاود وحدة أخرى اللي قلت لك تاع دانون والزيت والبيض، ندور غير بالسياسة نحيت عندي الورقة طري. هكا كول الحربول تاعي بحال هذا الشكل، تنجي غير بشوية. الى ما ليش يعيب بحال هكذا تنقطع شوية تاع الورقة، غاديش نضيع كل شيء على ود عيب صغير. تندهنو شوية تاع هاد الخليط ونغطي العيب بحال هكا. تنجي ندهن المحنشة تاعتي بهذا الخليط كاملة مزيان، نسخن الفران وندخلها الطين حتى تقرمش المحنشة. سيدتي تجي على هذا الشكل غزالة وبنينة ورائعة في المنظر وفي المذاق. غادي نقطع لك باش نشوفي كيفاش جات. تجي رائعة من الداخل، تتشهي وبنينة وبحشوة بسيطة. إلى عجبتك سيدتي الوصفة جربيها، ذوقيها وردي عليا في التعليق تاعك. إلى كنتو أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، تابونا وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما ننزلها في القناة. وإلى كنتو من متتبعين القناة ديروا لايك، ما تخرجوش حتى ديروا لايك. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى.